امرأة ماتت وهي حامل من الزنا، وبعد 3 أيام أنجبت طفلا داخل القبر، فماذا حدث للطفل؟ ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال، لا تنسوا دعم المقطع بلايك لكي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تصلكم فيديوهاتنا أولا بأول. إن الزنا دين إذا اقترضته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلم يا هاتك حرم الرجال وتابع طريق الفساد، عشت غير مكرم، ولو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هاتكا لحرمة مسلمين. يقول راوي القصة: إن هذه الحادثة معجزة ولن تتكرر مرة أخرى، حتى انفجرت لها بالبكاء وأحرق قلبي لهوها، وجرت دموعي حارة على وجهي. بدأت قصتي عندما أحببت زيارة المقابر، حتى تعلقت بها وأدركت بها حال الدنيا، وأنها خير وأعد، وبأنها تذكرني بالآخرة وبما سألقاه تحت التراب. فقلت سأبني لنفسي غرفة عند المقابر، أسكن فيها وأنظر إلى المقابر وأقول لنفسي: يا أيها العاصي، هكذا ستكون، سيفنى جسدك ويبلي عظمك، هل ستعصي الله بعد اليوم؟ ومع مرور الوقت أصبحت حارسا للمقابر، ولا أخاف منها بل أستطيع النوم فيها. لكن حدث معي شيء أغرب من الخيال، ففي أحد الأيام جاء رجل ليدفن امرأة، وكان على عجلة من أمره، والغريب أنه لم يكن معه غير 3 رجال فقط، فقاموا بدفن المرأة مسرعين وغادروا المقابر، وهم في عجلة من أمرهم. فقلت في نفسي: ما من جنازة تأتي وإلا معها الكثير من الناس، إلا هذه المرأة لم يكن معها إلا 4 أشخاص فقط، أين أهلها وجيرانها وأصحابها؟ لابد أن هناك شيئا مريبا، وأن هذه المرأة معها سر كبير. ويضيف الشاب قائلا: ذهبت إلى قبرها ولم أعرف، فقرأت الكثير من القرآن، وجلست عند قبرها أدعو لها بالرحمة والمغفرة، واستمريت هكذا لعدة أيام، وأنا لا أعرف لماذا أذهب إلى قبرها باستمرار. وفي اليوم الثالث سمعت صوتا يخرج من داخل القبر، وكأنه طفل يبكي، فقلت: ما هي إلا تخيلات، فكيف يخرج صوت طفل من داخل قبر؟ وتركت القبر فذهبت إلى غرفتي حتى غلبني النوم، فرأيت في منامي طفلا يبكي داخل هذا القبر، فقمت من نومي فزعا وذهبت مسرعا إلى قبر هذه المرأة، فوجدت نفس الصوت يخرج من القبر. تفاجأت بنفسي وأنا أنبش القبر، ولا أدري كيف فعلت هذا، وكانني كنت مسيرا وليست لدي قوة على نفسي، فكنت أفعل هذا دون أن أدرك، حتى وصلت إلى الجثة وتفاجأت بأن هناك طفلا داخل القبر، جنين صغير بجوار أمه، فتعجبت وانهرت بالبكاء، وقلت: سبحان الله، سبحان من يرعى الجنين في بطن أمه، كيف استطاع الجنين أن يعيش وأمه ميتة؟ وما الذي قام بتوليده؟ وكيف عاش داخل القبر؟ وما الذي يطعمه ويسقيه؟ سبحان من يرعى النملة العمياء داخل الصخرة الصماء، سبحان من يرعى هذا الجنين من غير حول ولا قوة. فقمت فأخذت الطفل وأغلقت القبر مرة أخرى، وأنا أشعر أن كل هذا من الخيال، ولم يصدق عقلي ما حدث. فذهبت إلى بلدة هذه المرأة وسألت عن أهلها في البلدة، حتى أخبروني أن هذه المرأة حملت من الحرام، وأن الذين قاموا بدفنها هم إخوانها وأعمامها، وأن أهلها قاموا بقتلها ودفنها ليتخلصوا من الكارثة ومن هذا الخزي والعار. وأخبروني أهل هذه البلدة أنني لو أعطيتهم هذا الجنين سيقتلونه، فهم لا يرغبون في تربية طفل من الزنا. فأصبحت في حيرة شديدة من أمري، وأنا لا أعرف ماذا أفعل. فأخذت هذا الطفل وأنا أنتظر أن يهيئ لي الله من أمري رشدا. صدق الله عز وجل حين يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اللهم اجعلنا لفروجنا حافظين، وعن الحرام باعدين، وارزقنا جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الحسن في الدنيا والآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا، وأحسن خاتماتنا،
وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا أتممت هذا الفيديو فصل على شفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن نهدي لكم هذا الدعاء الجميل للرزق. إذا كنت تعاني من الفقر والدين فردد معي هذا الدعاء لعل الله يتقبله منا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار ومن عذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عمن سواك. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم لا مانع لمن أعطيت، ولا معطي لمن منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك ناصيتي بين يديك. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عنك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم يا سامع الشكوى، ويا شاهد كل نجوى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف كل كرب وبلية، ويا منجي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، أدعوك يا إلهي دعاء من ضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك. لا إله إلا أنت فارحمنا يا أرحم الراحمين. إلهي إنك أنت العزيز الجبار الذي لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا. أسألك بحرمة الكلمات التامات كلها الأمن والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والأهل والجسد والمال والولد، والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله علانية وسرة. اللهم لك الحمد يا من توحد بالملك والملكوت، وتفرد بالعظمة والجبروت. ملكت فقهرت فخلقت، فأمرت فلا تحول ولا تزول. أنت قائم بنفسك سبحانك، أنت العظيم في جلاله وقدسه القادر العليم بالأحوال. سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام. نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة والمقربين. اللهم إنا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمدا. اللهم نحمدك حمدا كثيرا. اللهم صل وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم يا سامع الشكوى، ويا شاهد كل نجوى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف كل كرب وبلية، ويا منجي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، أدعوك يا إلهي دعاء من ضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك.
لا إله إلا أنت فارحمنا يا أرحم الراحمين. إلهي إنك أنت العزيز الجبار الذي لا إله إلا أنت،